ها؟ يا شوف شوف. صافي ضرق ضرق. بسم الله الرحمن الرحيم متابعينا الاعزاء على صفحة سبورت ناظور، نرحب بكم مجددا اينما كنتم في لقاء جديد، لقاء القسم الوطني هواة الذي سيجمع بين فريق الفتح الرياضي الناظوري صاحب الارض والجمهور وفريق وداد قلعة السراغنة هنا بالملعب البلدي بمدينة الناظور، امام جمهور قليل وقليل يحضر هذه المباراة، لأن كما كتشاهدوا على الصورة دخول الفريقين إلى أرضية الملعب. قبل الدخول في تفاصيل المقابلة لا بأس متابعينا الأعزاء ندوزو نتيجة تشكيلة الفريقين بالنسبة لفريق فتح الناظور صاحب الأرض والجمهور، فهو كيدخل بالتشكيلة التالية: يونس كارابيلا في حراسة المرمى، يونس كارابيلا في حراسة المرمى، حمزة النصيري، محمد بياه، حكيم الدريسي، رفيق بن دحمان، معاد العز، عصام أرجاز، الحسين بوصبيعات، إلياس رقيوق، محمد السعيدي، نبير أيت بوعلي، عميد الفريق. بالنسبة للاعبين الاحتياطيين: إلياس حبار، علي ولاد الشاعر، ميمون حمداوي، عماد درجاج، سفيان أيت المدني، حكيم أيت الشو، ياسين هنو، ياسين ولد الرا، المدرب السيد محمد المجدوب بمساعدة محمد الزهراوي. بالنسبة طبعا متابعينا الأعزاء للفريق الضيف فريق وداد قلعة السراغنة، فهو دخل بالتشكيلة التالية: في حراسة المرمى لطفي أفندي، محمد قنديل، المهدي بومعيز، نور الدين الحجام، عميد الفريق أحمد عمروش، جمال إمغري، أمين بحمو، رضا الشقراوي، المهدي عقاري، يوسف أزوغاي، زكريا أولبنا. بالنسبة للاعبين الاحتياطيين لفريق وداد قلعة السراغنة: فيصل طنان، عادل الوهبي، فؤاد يحدى، يحيى بن سلطانة، عبد الكبير الدراوش، حمزة بوسدة، محمد خويدسي، حسام خزيوب، المدرب مولاي إدريس أيت ملا الإدريسي. إذا متابعينا هذه تشكيلة الفريقين اللي دخلوا بها الفريق فتح الناظور وفريق وداد قلعة السراغنة. بالنسبة لطاقم تحكيم اللي غادي يقود هذه المقابلة: كحكم ساحة ياسين الدخاني بمساعدة عصام حروشة وجمال لمسلك، عن عصبة الرباط سلا القنيطرة. بالنسبة للحكم الرابع أنس تغزوت، عن عصبة الشرق مندوب المباراة مراد الخليلي، عن عصبة الشرق أيضا وهو ابن مدينة توريرت. إذا بعد يعني التدقيق في التفاصيل وبطاقة التقنية المقابلة ننتظر فقط إشارة الحكم للحكم طبعا ياسين الدخاني باش يعطي الانطلاقات ديال هذه المقابلة. فهاد الأثناء ياسين الدخاني كيعطي الانطلاقات المقابلة الكرة لصالح فريق الفتح الرياضي الناظوري. كرة طويلة مشات خرجات طبعا مقابلة يعني يمكن نعتبرها طبعا قمة يعني في طبعا أولمبيك لفتح الناظور في الرتبة 16 بثلاثة نقاط، وداد قلعة السراغنة في الرتبة 7 ب10 نقاط، يعني مباراة بين متديل الترتيب وفريق في وسط الترتيب. طبعا فريق فتح الناظور كيدخل هذه المقابلة بعزيمة وإصرار من أجل تحقيق نتيجة الفوز والعودة إلى النتائج الإيجابية والابتعاد عن المنطقة المكهربة. فريق الفتح الرياضي الناظوري اللي انهزم الأسبوع الماضي، أو عفوا تعادل بعد ما كان متقدم بجوج لزيرو، تعادل بجوج لجوج مع فريق النادي القنيطري بالقنيطرة في مباراة بطولية قدمها
الفريق الناظوري بالقنيطرة تحت إشراف طبعا المدرب الجديد السي محمد المجدوب خلفا للمدرب الناظوري عبد الصمد بن نور، وبمساعدة أيضا محمد الزهراوي المعد البدني فهد لفيغ. كرة لفريق فتح الناظور طويلة تجاه معاد العز، كرة ديالهم الكرة ما وصلتش لمعاد العز، مشات الحارس لطفي أفندي لاعبي فريق قلعة السراغنة. تبادل الكرات الآن معنا طبعا فهد المباشر، هذا تصوير اللايف محمد البشيري، وفي التعليق معكم محمد بن عمار ومحمد بالغربي. الميكرو لمحمد بالغربي ايضا لنواصل التعليق على هذه المباراه. اذا شكرا زميلي في التعليق محمد بن عمار. نعود اليكم الى اجواء المباراه، المباراه التي لازم ولا بد من انتصار لفريق الفتح الناظوري الذي لم يتمكن الى حد الساعه من اي انتصار خارج وداخل يعني الملعب. متمنيتنا هذه هجمه مباشره، الهدف الاول لفريق الفتح الناظوري محمد، اول هدف لفريق الفتح، اول هدف لفريق الفتح يعني من توقيع ميكي. ممتاز اللقطه، رائع ميكي، هذا هو الاجمل في المباراه. هذا من المنتظر يعني ان ينتصر فريق الفتح على فريق الوداد استرعنا، لانه لم يتمكن الى حد الساعه من اي نتيجه، من اي يعني انتصار سواء خارج الميدان او داخل. اذا اول مباراه، اول انتصار، اول هدف سي محمد. نعم محمد، الهدف الاول لفريق الفتح الرياضي الناظوري كيجي في وقت مبكر، الدقيقه الثالثه من انطلاق الجوله الاولى. ميكيل بطريقه جميله يخدع المدافع والحارس ويسجل ويعلن عن الهدف الاول. اذا الهدف الاول لفريق الفتح الرياضي الناظوري، تقدم فريق الفتح الرياضي الناظوري في المقابله بهدف ميكيل مقابل صفر لوداد قلعه السراغنة. نعود اليك اخي محمد. اذا اول هدف لفريق الفتح الناظوري، اول اهداف متمنيتنا ان يستمر بهذا الاداء، يعني اداء هجومي رائع سواء يعني من ناحيه الهجوميه، دفاع منتظم، الا ان يكون هناك يعني هذا ان دل على شيء فانه يدل على الخطه يعني التي قام بها المدرب الجديد الذي نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في يعني في باقي المباريات. نذكر ان فريق فتح يعني الناظوري الى حد الساعه في متدين الترتيب ان صح القول، يعني قبل الاخير يعني اربع يعني هزائم وتعادلين الى حد الساعه، يعني هذه الجوله الثامنه متمنيتنا له بالتوفيق. نعود واياكم مشاهدينا يعني المباراه يعني بالموازاه مع مباراه الوداد، ربما لذلك الساعة لم يحج كثير من الجمهور للملعب البلدي. نعود او الوسط ميدان بدأ في تحرك ممتاز، يعني التحركات فريق الفتح يعني ما يمكن يعني قوله هو انه الفريق الفتح بدأ في تحرك، بدأ في اعطاء يعني الكرات يعني القصيرة، يعني ميكي يعني الذي يعني سجل هدف ولا اروع، ربما سيكون يعني اجمل هدف بطريقه مباغته بطريقه جميله. ويعني نعود الى المباراه، او تسديده قويه بدون يعني عنوان، تعود الى 5 متر و50 لفريق هجوم يعني فريق الفتح هذا اليوم، ربما سينعكس يعني ايجابيا على فريق الزائر وفريق يعني السرغنة. يعني وداد السرغنة يعني بدأ ب يعني عدة يعني مباريات بأجمل يعني ما يمكن قوله. يعني الفتح الناظوري وداد قلعة السرغنة بشراكة طبعا مع جمعية كافي اليتيم، كل الشكر لجميع طاقم هذه الجمعية. نعيد أن هذه المباراة بشراكة مع جمعية كافي اليتيم لأعمال الخيرية والتنمية المستدامة ولمؤسسها ورئيسها يعني السيد حكيم أبو حفص ببويفر. كل الشكر السيد حكيم على الدعم المباشر الذي تقدمه للصفحة الرياضية نادر سبور. نعود إليكم مجددا مشاهدي الكرام يعني أبو حفص كما سبق الذكر، ويعني الدعم هو الفاعل الجمعوي والرياضي، وبدعم من الفاعل الجمعوي والرياضي ياسر التيزاتي
يعني يسير. وحفص وابو حفص كل الشكر من هذا المنبر الاعلامي للنادور سبور. نعود الى المباراه. يعني الجميل كما قلت ان هذه المباراه يعني جميله جدا. المدافع مباشره عصام يعطي المدافعين الى حد الساعه عمروش يعني يعطي المهاجمين، لكن دون يعني شوف يعني التكتل الدفاعي لفريق الفتح لازم انه لم نشاهد اي يعني خطوره من فريق الوداد. وداد استرغنا قدم يعني في مجموعه من المباريات قدم اداء عطاء كبير مع معظم الفرق. جميل ما نشاهده في المباراه انه خطا لم يعلن على حكم. مباشره نعود ميكيل يعني يقدم المباراه بشكل جميل. حتى الهلال لابد ان نشير الى انه قدم عطاء كبير وقدم اجمل هدف في ربما في هذه الجوله الاخيره بهدف موقع من الماحي. يعني هدف كان جميل جدا، كل يتحدث عن هذا اللاعب الخلوق. نعود الى اجواء المباراه. الفتح يتقدم على قلعه استرغنا بهدف مقابل شيء منذ الدقيقه 3 من الجوله الاولى. هذا يعني إن يمكن القول أن المباراة للفتح لا تقبل الهزيمة ولا التعادل، لأن الفتح يعني يلعب أمام جمهوره في ملعبه، فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أنه يعني طاقة إيجابية لفريق الفتح النادوري. نعود جماهير تحج يعني بقليل، ليس يعني بالمتوسط ولا بالكثير، انما هو يحاول طبعا ان يشجع فريقه من اجل يعني اخراجه من يعني المراتب الاخيره من البطوله او من الترتيب. هذه هجمه مرتده لفريق الوداد دون رد، يعني ربما التسلل او طلبه مرمى. كاد ان يصنع يعني الفريق يعني المباراة. قلنا أن الفريق الفتح النادوري يحتل لحد الساعة المرتبة ما قبل الأخير، متمنية له يعني للمدرب الجديد أن يعني أن يعيد إعادة النظر في النتائج. يعني كاد أن يوقع الفريق الوداد قلعة استرغنا، لكن هناك يونس كرابيلا يعني واحد من يوقع مرة أخرى. نعود إلى الكرة مباشرة، يعني هناك يعني تسرع في إعطاء الكرة. نعود مباشرة تمريرات قصيرة وبينية مباشرة، أو كاد يخطئ في يعني هناك خطأ سيد الحكم دون أن يراه، إذا يترك يعني الأسبقية لميكايل، لكن لا هناك لابد أن نرجع أن نعود إلى يعني هذا الخطأ. أنس كرابيلا يسقط على الأرض، إذا نعود يعني ربما هناك خطأ. تدخلات متمنيتنا أن لا تكون يا يعني تدخلات يعني أخطأ وبخشونة، متمنيتنا أن نرى هذا الشيء. نتمنى أن نكون يعني موفقين في التعليق عن المباراة رفقة الزميل محمد، يعني إعطاء مجموعة من المعلومات، إعطاء يعني التنوير الرأي العام يعني بمجموعة من الأسماء، مجموعة من المعلومات. قلعة استرغنا، لابد أن أذكر أن قلعة استرغنا حسب يعني ويكيبيديا أنه تأسس سنة 1953، له ملعب خاص يتسع، سعته 3000 متفرج، ينشط في القسم الثالث، يعني أجمل يعني الرتبة، هو الرتبة الثانية لموسم المنفرد يعني 2022-2021. الرئيس ميلو دايساوي، المدير الفني للفريق محمد قيصر، هذا هو المعلومات عن الفريق. يعني حاولنا يعني الاتصال بأحد يعني مديري صفحة قلعة استرغنا أو وداد استرغنا، لكن لم يمدنا بأي معلومة عن الفريق ولو حتى التشكيلة. ربما رجع الخلل يعني عن التواصل أو ربما أشياء أخرى خارج عن إرادتي. إذا نعود مباشرين الكرام إلى أجواء المباراة. فتح النادوري يعني الزي يعني يذكرنا بفريق العريق
برشلونة، وهذا ربما له صلة بالفريق أو لا قصة كبيرة مع الفريق. إذن نعود كما قلنا تأسيس فريق الفتح الناظوري يعود إلى 1991، أهم المشاركة للفريق الفتح الناظوري. القسم الثاني من البطولة الوطنية يلعب حاليا في القسم الوطني الهوات، يعني له يعني تاريخ كبير منذ يعني اللعب، عنده اللعب مع يعني القسم الوطني الثاني المحترفين. نعود آيت بو علي يعطي الكرة، لكن تصدي رائع، قراءة جيدة للدفاع، إذن تخرج للتماس مباشرة. الوداد يسعى إلى تعديل النتيجة. عمد الفريق يعني دون عنوان، يعني آيت بو علي لابد من التركيز، لابد من التركيز أخي، لابد من التركيز على المباراة، الهدوء، عدم يعني التسرع في الكرة، يعني هذا هو الإيجابيات، يعني الإيجابيات التي يعني ربما ستعطي يعني ثمار المباراة. والأجمل كما قلت أنه الهدف الأول من طرف ميكائيل أتى بطريقة جميلة. شوف حتى الساعة يطالب بالكرة، يطالب بالكرة رفيق بن دحمان، باير يعطي كرة مرة أخرى الحسين مقطوعة وسط ميدان، مباشرة تعود وصلها إلى خطأ لم يعلم الحاكم، ربما لم يكن هناك تدخل. مباشرة كيمشي بكرة ميكائيل كيحاول فيها، لكن لا تضيع الكرة مرة أخرى، تعود لفريق الوداد. وداد قلعة سرغنة، مباراة يعني جميلة، مباراة يمكن القول عنها متسارعة شيئا ما. إذن أبو علي ربما عاود إلى الخطأ، مساعد الحكم يعني الخطأ، لكن سنعود إلى يعني هناك سقوط أحد لاعبين لفريق رضا الشدراوي، هو يعني الذي سقط أرضا، يعني الحكم يعود إلى الخطأ، لكن لا الحمد لله لم يكن هناك إصابة، يعني يمكن القول أن إصابة يعني خطيرة أو شيء من القدر. أبو علي العميد مباشرة تعود الكرة لفريق الوداد. شوف يعني الجميل في المباراة كما قلت أنها يعني مباراة متسارعة، ربما سنشاهد كثير من الأهداف في هذه المباراة. الوداد يحاول وسط ميدان متحرك جميل، يعني هناك يعني الاختراق يصعب على فريق يعني فتح الفريق وداد استرغنا. قلت أن المدرب الجديد لفريق الفتح هو عبد الصمد بكور، هو يعني كان تغيير مدرب عبد الصمد بالمدرب الجديد المجدوب، المدرب السابق وان فرق يعني مجموعه من الانديه المغربيه، نتذكر الفريق القنيطري، الفريق عريق، اتحاد يعقوب المنصور، وكذلك اتحاد سيدي قاسم، هذا هو الفريق الذي سبق للمدرب ان يعني ان قام بتدريب مباشره. ركنية ثانية لفريق الصريح، فريق استرغنا، يعني يونس كارابيلا، يعني المتمنيات أن يكون يعني الأجمل، يعني يكون موفق في هذه المباراة. إذن نعود ركنية ثانية، يعني نلاحظ صعود جميع اللاعبين مباشرة، تسديدة دون يعني لا لم تتجاوز. إذن ركنية ثالثة يعني كادت ان تتجاوز لكن مخادعه، هذا هو ما يمكن يعني المراقبه. مره اخرى نعود الى اجواء المباراه، مباراه جميله في ملعب البلدي بمدينه الناظور بين فريق وداد اسرغنا وفريق الفتح الناظوري. من يلتحق بنا على ناظور سبور؟ اذا كانت الهدف الاجمل في المباراة متوقع من ميكائيل. هناك سقوط أحد لاعبين أبو علي مرة أخرى، عنوان، يبدو أنه يخرج الكرة من أجل يعني تلقي إسعافات الأولية يعني لزميله في فريق المدافع. صحيح محمد، دائما كنلعبوا هنا بالملعب البلدي بين الناظور 15 دقيقة. فتح الناظور متقدم بهدف لا صفر، هدف ميكائيل في الدقيقة 3
شوف ان فريق وداد قلعه السراغنه خرج باش يبحث عن التعديل. كاين فريق فتح النظر يعتمد على هجمه المرتده. ميكيل مشى بالكره التمريره الجميله من ميكيل في اتجاه معاذ العز، هنا كلام ستيد الحكم قال ولا شيء. الكره فريق قلعه السراغنه عند اللاعب ربما رضا الشرقاوي، ضاعت له الكره لكن الحكم كيدخلوك على الخطا، خطا لصالح فريق الفتح الرياضي الناظوري. خطا غينفذها اللاعب نوبير، طبعا لاعب نوبير ايتبوعلي عميد فريق فتح الناظور. كتنفذ بسرعه في اتجاه ميكيل، خطيره لفريق فتح الناظور، راسيه للاعب ميكيل مسجل الهدف الواحد في المباراه. مشات محاذيه لمرمى لطفي افندي. كرة لفريق وداد قلعة السراغنة، كرة في العمق كيدخل اللاعب عصام ارقاز، كيبعد الكرة كيجي في الأخير نوبير، كيبعد الكرة للتماس، تماس لوداد قلعة السراغنة. طبعا المباراة اللي كتجرى برسم الجولة. الثامنة من بطولة القسم الوطني الأول، الوطني هو عفوا اللي من المحتمل بعد نقاش في الاجتماع الأخير بالعصبة الوطنية لكرة القدم هواة ومع ممثلي الجامعة الملكية لكرة القدم هواة، يعني بعد اتفاقية شراكة اللي تعقدت بين بعض المنابع الإعلامية والجامعة والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة، أن هذا القسم هذا ربما ما يبقاش قسم وطني هواة، ربما غيتحول إلى القسم الثاني ب احتراف. كرة لفريق وداد قلعة السراغنة بيه الظهير الأيسر لفريق فتح الناظور. كرة دائما عند لاعبي فريق وداد قلعة السراغنة، قلت الدورة الثامنة. طبعا متصدري الترتيب في هذه المجموعة هذه رشيد البرنوسي وأمل الفتح الرياضي واتحاد يعقوب المنصور جمعية المنصورية، مجموعة من الفرق كتلعب على نيل بطاقة الصعود إلى القسم الثاني الاحترافي، في حين كان نجد فريق فتح الناظور في الرتبة 16 بثلاثة نقاط، الرتبة 15 أولمبيك اليوسفية 4 نقاط. طبعا أولمبيك اليوسفية اللي لعب 8 ديال المباريات، اتحاد سيدي قاسم 5 نقاط، اتحاد الزموري 6 نقاط. يعني فريق فتح الناظور الى انتصر في هذه المقابله ربما سيتسلق المجموعه من المراتب ويقدر يرجع للرتبه 13 في حال تعثر كل من اتحاد سيدي قسم واتحاد زموري الخميسات. مباراه طبعا جد مهمه لفريق الفتح الرياضي الناظوري ان هو اراد الابتعاد عن المنطقه المكهربه. اذا غنرجعوا للزميل محمد بل العربي. بطبيعة الحال الأخ محمد، يبدو أن المباراة تتراجع شيئا ما، ليست كحالها منذ انطلاقها. نتمنى أن يكون يعني الفتح فتح الناظوري يعني يعود، حيث أنه يمكن القول أن يعني النتائج المحصل عليه منذ بداية يعني هذه المباريات ليست بالنتائج يعني في المتناول، مرتبة ما قبل الأخير ليست يعني بربما منطقة مكهربة كما سلف الذكر. جمال إمري يعود مرة أخرى لنور الدين، نور الدين العميد، حجام يعطي كرة، يرجع الكرة، هناك خطأ ربما تمثيل فقط. وسط ميدان فريق الوداد سرغنا يبحث عن التعادل لكن دون جدوى الى حد الساعه. ممتاز، مدافع رائع، لكن متمنيتنا ان لا يكون يعني بهذه التدخلات يعني الخاطئه. اتمنى ان يسير المباراه، ان تسير يعني في اجواء حماسيه، اجواء رائعه، اجواء يعني يسودها يعني الاحترام.
إلى حد الساعة. قلنا أن تأسيس فريق الوداد استراغنا تأسس سنة 1953، يعني رفقات مجموعة من المناضلين استراغنيين. صح القول، نعود إلى الخطأ، خطأ مباشر لفريق وداد استراغنا ليتمكن أحد اللاعبين من يعني إعادة الهدف على بعد 40 متر. يونس كرابيلا يعني حارس مرمى، صعب من الصعب جدا. محمد عمروش يسدد، هذه هجمة مرتدة لكن تعود مرة أخرى لفريق الوداد. ممتاز فريق الوداد، يعني تمريرة خاطئة لفريق الوداد. وداد استراغنا، قلت أن فريق وداد استراغنا إلى حد الساعة يتمكن من عدة انتصارات. إذن تماس الفريق الفاتح الناظوري، قلت أن هذه أن الجولة الثامنة من فريق يعني من قسم هوات. هنا خطأ لفريق الفتح الناظوري، عصام أرغيز رقم 13. عصام أرغيز نتمنى أن يقدم يعني ما في جهده وما في جعبته من أجل إسعاد الجماهير الحاضرة للملعب يعني التي تتابع الفتح الرياضي. ميكايل دون يعني إيصال الكرة لميكايل، هجم هجمة مرتدة، هجمة لفريق الوداد، لكن هناك خطأ يعني الحكم. نادي عكاري يعني من فريق الوداد استراغنا، هو يعني وسط ميدان قال انه يعني قدم مجموعه من المباريات بشكل جيد. نعود الى المباراه، اجواء مباراه يعني مباراه جميله في جو جميل في هنا في ملعب يعني الناظور. يعني سبقا وان راينا يعني الجماهير تطالب بالمنصه الاعلاميه الخاصه بالاعلاميين، جماهير تطالب يعني ب يعني الملعب يليق يعني الجماهير التي يعني تحوج لإسعاد يعني لتؤازر يعني كل الفروق يعني الناظورية، سواء الفريق النسوي، سواء فريق الهلال، فريق الفاتح. هذا يعني متمنية المسؤولين يأخذون بعين الاعتبار يعني ما تطالب به الجماهير، ويعني متمنية كذلك أن نشاهد يعني لما لا الفاتح والهلال في الأقسام يعني القسم الوطني الأول القسم الوطني الثاني، يعني هذا ما نتمنى يعني. أما بقي يعني بقي المتطلبات، فهناك متطلبات كثيرة وكثيرة. إذا نعود إلى أجواء المباراة، بطبيعة الحال نذكر، لابد أن نذكر وبالشكر الجزيل يعني لجمعية يعني كافي اليتيم يعني رئيسها يعني كنرجع من المباراة، مباراة يعني صعبة للغاية، مباراة جميلة يعني تصعب المأمورية للفريق يعني قراءة استراغنا يعني أن يعادل هذه الكفة في الشوط الثاني. ممتاز أناس، حكم يعني إلى حد الساعة لم يرتكب أي خطأ. مباراة جميلة، مباراة يعني في غاية الروعة، تحركات جميلة سواء للفريق الفتح الناظوري سواء فريق الوداد قرعة استراغنا. يعني وداد قرعة استراغنا قلت أنه فريق يمارس بشكل جميل، إذا يعني تماشى بهذه الشكيلة بهذا الأداء فلا بد أن نقول أنه سيحقق نتيجة إيجابية، سيحقق ربما الصعود. ومتمنيتنا ايضا كذلك للفريق. خطيره جميله جدا هذه المحاوله لكن بدون جدوى. جميله المباراه لكن بدون هناك خطا وورقه صفراء، ورقه صفراء، ورقه صفراء اولى. اذا جمال امغري يلقي اول انذار، اول انذار لانه تدخل خشين، وهذا لا نتمنى ان يكون يعني مثل هذه التدخلات، لما نتمنى ان يكون. اذا حكم المباراه يستدعي طاقم الطبي لاجل يعني الاسعافات الاوليه.
تقول خصوصا 6 دقائق تقول لك نعود كلها كتجمل العمل مهنيا. توقف المقابله طبعا زميل محمد هناك اصابه لاعب معاذ العز. اصابه ديال لاعب معاذ العز رقم 10 لاعب اللي جاور فريق فتح الناظور مجموعه من المواسم ربما قدم العناصر بقميص فريق الفتح الرياضي الناظوري بهذه المباراه هذه. عميد الفريق لوبير نوبير ايتبو علي كيرفع كره طويله في اتجاه الياس الشعمل الياس تنكر من الكره الياس دايم كره فريق فتح الناظور الياس كيرجع لبياه محمد بياه مع الياس وبياه الياس غيعمل غيره الياس غيرفع كره طويله في اتجاه ميكائيل العرضيه ديال الياس تمكن منها المدافع ورجعت هجمه مرتده لفريق وداد قلعه السراغنة بواسطه اللاعب يوسف ازوكاي كيدخل في الاخير كارابيلا كيبعد الكره دائما اخذ ورد الكرات بين فريق فتح الناظور وقلعه السراغنة في وسط الميدان امين بحمو التمريره الطويله في اتجاه اللاعب يوسف ازوكاي عرضيه خطيره لفريق وداد قلعه السراغنه ولكن نوبير ايت بوعلي كيدخل في اخير وكيبعد الكره دائما الكره فريق وداد قلعه السراغنه كره طويله كتصطدم احد المدافعين في الاخير كتجي سهله في يد الحارس يونس كارابيلا. اذا متابعينا الاعزاء دائما هدف لصفر كما كتشوفوا على الشاشه هدف اللاعب ميكيل في الدقيقه الثالثه من عمر الجوله الاولى كنلعبوا 27 دقيقه من عمر الجوله الاولى كره لكارابيلا اش غيعمل غيرفع كره طويله مع من ربما الحسين ومحمد السعيدي هم الكره في اتجاه محمد السعيدي ما تمكنش من الكره رجعت للتماس تماس غيتنفذ بواسطه لاعب حكيم الدريسي الجناح والظهير الايمن صفوف فريق فتح الناظور التمريره ديالو مشات لمعاد العز كتضيع لمعاد العز كترجع الكره لفريق وداد قلعه السراغنه بواسطه لاعب امين ايت حمو كيرجع وراء لنور الدين الحجام عميد فريق وداد قلعه السراغنه فيصل طنان وسط الميدان حيحة بن سلطانة فيصل طنان غير الاتجاه محمد قنديل في الجهة اليسرى كيطلب الكرة كيرجع للعميد فريق نور الدين الحجام مع اللاعب رقم 7 زكريا والبنا زكريا كيرجع للأمين بحمو في وسط الميدان كرات تمريرات قصيرة بين لاعبي فريق وداد قلعة السراغنة الأخير كتضيع الكرة كتمشي سهلة في يد الحارس يونس كارابيلا. إذا 29 دقيقة دائما تقدم فتح الناظور بواحد لزيرو هنا بالملعب البلدي بالناظور. نعود إليك زميل محمد. إذا واحد لزيرو يعني ليست كافية إن صح القول سي محمد مباشرة يعني الكامي ميكائيل كيسعود كترجع مرة أخرى فريق وداد قلعة السراغنة هذه هجمة مرتدة بدون يعني اي تشكل اي خطوره على فريق الفتح الناظوري وهذه كره اللي يعني ممكن ان نقول ان المباراه يعني بدات يعني تشد يعني طريقها للتعادل لكن لا تغطيه جميله يعني قلت وسبق ان اقول واعاد مره اخرى لا طالما يعني انتصر في هذه المباراه الا ويتمكن من يعني من الخروج من المنطقه جمهور يواصل جمهور يتالق جمهور يقول ان لا شيء دون انتصار في هذه المباراه لا شيء دون يعني تقديم ويعني اجمل صوره لفتح العوده الى القصه الجميله منذ السنوات الماضيه يعني ليس هناك خطا سيد الحكم لانه المقصود في الكره وانه لمس الكره اذا ليس هناك خطا لكن تقديري هذا يبقى تقدير الحكم هو يعني صاحب القرار الصائب. اذا نعود الى الكره مباشره رقم 3 محمد قندير كيعطي لعبدو نجام عفوا مباشره الدفاع يستطيع يعني يحيد الكره فريق دون يعني خطا حذري من الاخطاء الدفاعيه تمريرات قصيره مباشره وداد يا 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 يا
تسديده لا تشكل اي خطوره، لكن حارس مرمى لا نخاف عليك في هذه المباراه لانك ستقدم اجمل ما يمكن تقديمه في هذه المباراه. لا يمكنك الا تسعد هذه الجماهير الحاضره، الجماهير التي تساند الامن كذلك. لابد ان نشير الى الامن الحاضر من اجل سلامه يعني اللاعبين، سلامه الفريق، يعني من اجل عدم يعني بعض المشاكل اليوم ربما. اذا نعود الى اجواء المباراه، ممتاز يعني مباراه اليوم، مباراه عنوانها الانتصار، مباراه عنوانها تقديم اجمل حله للفريق يعني بمدربه الجديد المجدوب. يعني سبق وان قلت ان المدرب فريق الفاتح الناظوري مدرب سابق لفريق النادي القنيطري، سبق وان درب فريق اتحاد ليعقوب المنصور سيدي قاسم وله يعني نتائج جد جيده سابقا. اذا نعود للمباراه، فريق يعني الوداد استرغنا يسعى الى يعني التعادل قبل يعني نهايه الشوط الاول. اذا مراد العاز الياس يعني الفريق يعني فريق يتمنى ان يقدم هو ايضا يعني نتيجه مشرفه، لانه فريق زائر دائما يصعب يعني الانتصار في يعني عند المستضيف ان صح القول. قلت ان الجمهور سبق وان طلبوا ويطالبون يعني بمنصه خاصه للاعلام، بمنصه خاصه للمجموعه من يعني الصحفيين، يعني المطالبه بملعب يليق لهذه الانديه. اذا نعود لكن لا دون اي خطوره. نعود اليك زميلي محمد، قلت ان الاعلاميين يطالبون بالمنصه والجمهور يطالب بال محاوله لقلعه سراغنا، ليس هناك شك. نعم خطا لفريق فتح الناظور صحيح، يعني نعاني جدا هنا بالملعب البلدي بالناظور لنقل صوره جميله وصوره في المستوى للجمهور الرياضي الكريم طبعا على الجماهير اللي في الوطن او خارج الوطن. طبعا الجاليه المغربيه الاكثر اهتمام بهذه المباريات اللي كتنقل مباشره عبر اللايف. طبعا اللي خاص توفير ظروف الاشتغال ايضا ناظور اخي محمد بحاجه الى مركب او ملعب رياضي يليق بهذه المدينه اللي كل سكانها يعني نساء ورجال اطفال صغار وكبار، الكل هنا في مدينه الناظور يعشق كره هذه اللعبه، هذه لعبه كره القدم. ضربه مرمى يونس كارابيلا طبعا يجمع وارخ سغاثيني غستمازيختي الجماهير انتندينت النظر الجماهير الفتحيه ميم اللي تبان مثاخهم. طبعا تجي من الفريق نوم بنيتا خص الجمهور يحظى جمهور النظر بصفه عامه وذين جمهور فريق هذا او ذاك. هناك جمهور المدينه، الثقافه المدينه والثقافه الرياضيه بالمدينه يجب دعم كل الانديه والفرق بمدينه الناظور. حكيم هدف، جول 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 لا 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 حكيم يا حكيم يا دريسي، التمرير عرضية ولا أروع من حكيم ورأسية من سجل الهدف. بغينا ناخذ رقم مسجل الهدف الرائع، هدف ولا أروع هنا بالملعب البلدي بالناظور، والهدف الثاني لفريق الفتح الرياضي الناظوري. ننتظر نهزوا رقم المسجل، هدف رائع، هدف رائع جدا لفريق فتح الناظور. رقم اللاعب اللي سجل الهدف، هل هو لاعب محمد السعيدي؟ هل هو لاعب محمد السعيدي؟ هدف رائع، هدف رائع. نعم رقم 19، رقم 10 معاد العز، معاد العز لقيت تحفيته معاد العز واش عقير دار تحسينه معاد العز ما عقلتوش. نعم نحن نعلم نعرف معاد العز، تمريرة الانسلال من الجهة اليمنى، تمريرة عرضية بالمقاس، عرضية ولا أروع على طريقة اللاعبين الكبار. حكيم الدريسي يرفع كرة عرضية تقع على رأس اللاعب معاد العز وبقوة يضعها في الزاوية 90 للحارس لطفي أفندي. الهدف الثاني جاء في الدقيقة 34، الهدف الثاني جاء لفريق فتح الناظور في الدقيقة 34
ما تعليقك على هذا الهدف يا أخي محمد؟ هدف رائع جميل جدا، هدف أجمل ما يمكن في المباراة. إذا تأتيني الأهداف يعني على شكلة المفاجآت يا أخي محمد، تأتيني الأهداف على شكلة الأروع، تأتيني الأهداف على شكلة الأجمل، وهذا ما نتمنى في المباراة. بطبيعة الحال رأيت الجماهير كيف انسجمت وكيف تفاعلت مع العز، يعني اسم على مسمى، يعني أتى بالعز لفريق الفتح النضوري. جمال ولا يعني هدف ولا أروع، لكن ما تمنيت أننا نرى التعادل. إذا هجمة مرتدة من ركلة جزاء، لكن لا، هو هجمة مرتدة، مدافع مهاجم الكل يسعى، ميكايل في هجمة مرتدة، أبو علي لا، خطأ مباشرة وسط ميدان يسعى لفريق يعني الوداد صرعنا، لكن لا، يعني العز يعني هدف رائع، لكن الانسلال لابد أن نقول أن الجهة اليمنى أتت بأكلها إن صح القول، يعني يمكن قول أن الفتح تحرر، يعني ربما المدرب الجديد لعب على نفسية الفريق، كل يقول العب كما شئت لكن أعطيني المناسب، كل يقول أعطى كما شئت لكن أعطيني الأهداف، أن نسعد الجماهير يعني التي تشاهد، التي يعني تسهر على متابعة الفريق الفتح. كما قلت جميل كلامك وجميل يعني رسالة جميلة التي يعني قلت للجماهير التي تزور أن هناك ليس هناك يعني فريق أهلي، فريق الهلال ولا فريق الفتح، إنما جميع الأندية يعني جميع الفرق عملة، يعني وجهان لعملة واحدة إن صح القول صديقي محمد، وهذا جميل جدا. فريق مباشرة وعالي كيعطي الكرة مرة أخرى، العز يرجع الكرة للمدافعين، شوف كيفاش كي يعني كيفاش كيتبادل الكرة، ميكايل بدون عنوان، لابد أن يكون هناك خطأ، لكن لا، قرر الحكم والصائب، تعود مرة أخرى الفريق وداد صرغنا، وداد صرغنا يعني منحصر تماما في يعني في وسط ميدان، لازم نقول أن المباراة في غاية الروعة، المباراة عنوانها الانتصار ولا شيء الانتصار ولا شيء غير الانتصار، مدرب جديد يعني تشكيلة جديدة، مدافعين، حارس مرمى، شوف كيفاش كيلعب يعني بالمهاجمين، يعني حتى الدفاع قدم العطاء، قدم يعني ما يمكن يعني اعطاؤه. عودة اليك مجددا محمد، هذه هجمة لكن لا، حارس ممتاز، حارس يعني بطبيعة الحال ربما يعني لو كانت هناك يعني تنقيط عن اللاعبين لكل سنعطيه نقطة يعني لا بأس بها. زميلي محمد عودة إليك، أجواء مباراة متحمسة، ميكايل يسعى إلى إسعاد مرة أخرى إلى إعادة يعني هدف، شوف ميكايل مرة أخرى يعطي كرة، العز مرة أخرى كيعطي كرة، لكن المدافع، مدافعين يعني بالموازاة أن هذه المباراة يعني نتابعها من فريق قرأت صراغنا، لكن أرى الركنية أكبر من الهجمات صح القول أخي محمد. مباراة جميلة، مباراة هدفين في الجولة يعني الأولى، هذا يعني أن المباراة تحمل عنوان الانتصار ولا شيء الانتصار، أم عنوانها إسعاد الجماهير النضورية بدون غيرها. إذن عودة إليك مجددا أخي محمد، يمكن قول أن المباراة متسارعة، مباراة متكافئة، مباراة عنوانها الفتح للفتح، الانتصار للفتح. صحيح نعم، كما قلنا يعني من الأول أنها مباراة ثلاثة نقاط، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع منذ أسبوع أخي محمد، يعني سبورت ناظور هنا طبعا يدعم فريق فتح الناظور من أجل تحقيق ثلاث نقاط والاستمرار في سلسلة البحث عن مكان آمن داخل سلم ترتيب القسم الوطني. وات طبعا فريق فتح الناظور خص حفظ على المكانة ديالو في هذا القسم هذا الوطني، لأن هناك مستقبل كبير، هناك قسم احترافي قادم في نفس المكان، خطيرة لفريق وداد قلعة السراغنة، كيدخل اللاعب بيا كي بعض الكرة، هجمة خطيرة مرتدة لفريق فتح النضور، تمريرة في اتجاه ميكيل يا ميكيل، كيدخل لطفي افندي كي بعض الكرة، الدريسي لاعب ممتاز، الدريسي كيمشي لاعب سريع، الدريسي وبالاخير كيدخل لاعب رقم 8 عامر بحمو، كيخرج الكرة تمس لفريق وداد قلعة السراغنة،
ميكيل كاد يخدع الحارس لوط في افندي وسجل الهدف الثالث. تحيه نعم لزميل للاخ رئيس جمعيه كافل اليتيم للتنميه الاعمال الخيريه والتنميه المستدامه بجماعه بويفر السي حكيم ابو حفص طبعا المدعم الرئيسي والاساسي لكل اللايفات المنقوله ولكل التغطيات المنقوله والداعم الاساسي لسبورت ناظور وايضا الداعم الاساسي للرياضه الناظوريه ومجموعه من الانشطه الخيريه اللي كتقوم بها جمعيه كفيل اليتيم على المستوى الاقليم وايضا تحيه وايضا الدعم ديال الفاعل السياسي والجمعوي والرياضي ياسير التيزيتي الدعم ديالو الدائم لسبورت ناظور وللرياضه الناظوريه. يعني الكل يعلم الدور اللي كيلعبوا هذا السيد هذا ياسير التيزيتي منذ الالتحاق ديالو بالمجلس البلدي كنائب اول لرئيس المجلس البلدي. محاوله لفريق وداد قلعه السراغنة بواسطة لاعب زكريا اول بلنا ضاعت منه الكرة رجعت هجمة لفريق فتح الناظور. الميكيل كيطلب الكرة لكن بياه كيتبط شئ ما يحاول يعني ياخذ اللاعب من فتح الناظور الاماكن ديالهم. الكرة كترجع ليونس كارابيلا معاه نوبير كيلعبها مع نوبير كيمشي اللاعب حمزة النصيري كيجعل الوسط حسين بصبيعات كيلعبها مع معاذ العز كينقل الكرة بسرعة معاذ العز إلياس كيرجع للوراء البيه محمد بيه الوسط حسين بصبيعات الأخير الكرة كتجي لنوبير أي تبوع لعميد فريق فتح الناظور كيجعل الوراء الكارابيلا. حاول فريق فتح الناظور ما يمكن يعني حافظ على الكرة دريسي خرج كرات الكرة خرجت التماس لفويدات قلعة السراغنة كيتلعب بسرعة بوسيطة محمد قنديل كيسترجع نوبير بطريقة جميلة لاعب نوبير كترجع كرة لاعب حمزة مع ميكيل كيغطي على الكرة ديالو كيرجع لحسين بصبيعات مع نوبير كيرفع كرة طويلة بدون ربما نوبير حاول يرفع كرة في اتجاه اللاعب حسين بصبيعات لكن كان هناك سوء تفاهم بين اللاعبين. كرة رجعت لفريق وداد قلعة السراغنة عميد الفريق نور الدين الحجام في الجهه اليمنى لاعب المهدي بومعيز المهدي كتمشي الكره بالسرعه لزكريا او البنا زكريا كتضيع منه كيسجع لاعب فريق فتح الناظور فرصه الميدان عند معاذ العز ياسر الرقيوق معه بياه هجمه مرتده سريعه لبياه بمفرده ولكن كيتباطئ شي ما الياس في التمرير كتضيع الكره لميكيل ولكن يسترجعها بسرعه هناك خطا نعم الحكم خلى الافضليه حكم ياسين الدخاني عن عصبة الرباط سلا ضيع الكرة التمريرة الطويلة طبعا متابعين فريق فتح الناظور وجماهير فريق فتح الناظور خص ما تخليوش فريق فتح الناظور في الوسط يعني على الجماهير الناظوريه دعم هذا الفريق من اجل ضمان البقاء ديالو في هذا القسم هذا قسم وطني هوات ما احوجنا لفرق الاقليم بهذه الاقسام اقسام الهوات يعني واقسام طبعا في افق البحث عن تحقيق الصعود الى الاقسام الوطنيه الاحترافيه. هذا القسم هذا راه ما غاديش يبقى قسم وطني هوات. اذا متابعينا الاعزاء دخلنا في الدقيقه نهايه الوقت الاصلي دقيقه 45 من الجوله الاولى جوج دقائق كوقت بدل ضائع في هذه الجوله الاولى اعلن عليها الحكم الرابع انس تغزاوت. فريق فتح الناظور لا زال ودائم متقدم بجوج لزيرو اهداف كل من ميكيل ومعاذ العز دقيقه 3 والدقيقه 34 مباراه كبيره يقدمها لاعبي فريق فتح الناظور اليوم امام فريق قلعه السراغنة
فريق فتح الناظور متذيل الترتيب بثلاثة ديال النقاط، يعني بحاجة إلى هذا الانتصار لرفع رصيده من نقاط إلى ستة للابتعاد شيئا فشيئا عن المنطقة. الله مو كهرباء، محاولة لفريق فتح الناظور آخر المحاولات آخر الدقائق الحكم قال ولا شيء، كان هناك تدخل ربما على الحسين بصبيعات الحكم، يعني كيطالب لاعبين بمواصلة لعب خطيرة من الجهة اليمنى لفريق قلعة السراغنة بوسيط اللاعب أول بنا التمريرة ديال أول بنا كيقطعها الرفيق بن دحمان. إلياس وبصبيعات كتضيع منهم الكرة، كيدخل إلياس كيقطع الكرة التمريرة في اتجاه معاد العز التمريرة، فكرة جميلة من اللاعب معاد العز التمريرة ديالو اللاعب ميكايل ما وصلتش، قطعت الكرة فريق رقم مهدي عكاري كيغير الاتجاه في الوسط لاعب رضا الشقراوي، رضا كيطلب لاعبين تقدم كيمرر اللاعب محمد قنديل ضاعت منه الكره كيسترجعها اللاعب محمد اول بنا التمريره مراوغه جميله ديال محمد اول بنا هجمه مرتده لفريق فتح الناظور حسين بوسبيعات ميكيل كيطلب الكره في العمق التمرير ممكن بطريقه جميله محسن بوسبيعات كيراوغ كيتجاوز كيرجعوا لنوبير لورا نوبير كيلعب مع معاد وفي هذه الاثناء الحكم ياسين الدخاني يعلن على نهايه الجوله الاولى بتقدم واضح لفريق الفتح الرياضي الناظوري على وداد قلعه السراغنة بجوج لزيرو اداء ونتيجه طبعا فريق فتح الناظور ينهي هذه الجوله الاولى. سجل الفريق فتح الناظور في الدقيقه 3 لاعب ميكيل وفي الدقيقه 34 عماد ومعاد العز مستوى رائع ضر به فريق فتح الناظور في هذه المقابله هذه ما يوحي ان المباراه طبعا تسير نحو اولى ثلاث نقاط وانتصار الاول لفريق فتح الناظور هذا الموسم. طبعا فريق فتح الناظور اللي في حاجه الى الجمهور الناظوري والجمهور الفتحي للحضور هنا الى الملعب البلدي لدعم الفريق، يعني نقول ان الجماهير اقل يعني من المتوسطه اللي حضرت في هذا اللقاء، هذا اللقاء برسم الجوله الثامنه من بطوله القسم الوطني هوات. اذا متابعينا الاعزاء ما تمشيوش بعيد، بقوا معنا الى غايه انطلاق الجوله الثانيه.
فتح سمح مدرك الاستاذ ناضي أسعد الله وقتكم بكل خير. معايا السي محمد أدرغال، هو من المواهب الصاعدة لفريق الفتح الناظوري. السي محمد مرحبا بك. مرحبا بي في سبور ناظور، كنشكر جميع المكويات اللي كاينين في سبور ناظور. السي محمد أنت يعني من بين المواهب الصاعدة لفريق الفتح، كيفاش كتشوف راسك من هنا لواحد 4 سنوات؟ ايوا كنتمنى نلعبوا شي ايكيب مزيانه، ان شاء الله نمشيو نحترفوا على برا، هكذا هذا هو الحلم ديالنا. سي محمد شنو كتقول للجماهير اللي كتابع الفريق الفتح الناظوري؟ كنقول لهم بغينا نشجعوا زعما الفتح باش يقدم شي مستويات باش نكونوا الفوق، باش نطلعوا البريميرا ان شاء الله. سي محمد كسؤال يعني كنوجهوه لجميع اللاعبين، واش كتواجه حاليا شي مشاكل يعني المستوى يعني الرياضي والمستوى المسيره ديالك الرياضيه؟ لا انا ما كنت حتى شي مشاكل الحمد لله، ولكن حنايا بغينا نلعبوا بشي كيب تكون مزيانه وباش توصلنا. سي محمد واش كاين شي دعم يعني من الجمعيات، شي دعم من يعني المؤسسات، شي دعم ولا يعني كيفاش كتشوف الدعم يعني الخارجي للفريق ديالكم؟ لا ما كاين حتى شي دعم باش يوصلونا ما كاينش، حنا بغينا اللي مسؤولين بغينا نزيدوا اللور، نزيد نلعبوا بشي ليكيب، بغينا نلعبوا بشي ليكيب. سي محمد واش كتشوف من هنا لقدام انك غادي تولي واحد فريق، واحد لاعب يعني من يعني مجهوداتك الفرديه، شنو هو الفريق الاول اللي كتمنى انك يعني تمثله؟ واش يعني كتشوف راسك في البطوله الوطنيه ولا كتشوف راسك يعني خارج الوطن؟ واخا جاوبتي بالامازيغيه ماشي مشكل. الشازوغ هذه راه كيبو الصباح ريال مدريد نيازوغ ونيازوغ كيسيرا، ولكن مرا هو كتاب غني راذا ان شاء الله. سي محمد مشاهدين، سي محمد عندك اهداف جميله، اهداف رائعه كنتبعوك، تبارك الله عليك، شحال وصلتي للاهداف حاليا؟ 6 الكور. 6 اهداف احسن هدف سي محمد اللي درتي؟ يلاه بارتيدا اللي بارتيدا الاخيره. شكرا سي محمد. يعني السؤال ربما من الجماهير، نسمعوا السؤال. يعني كاخر سؤال ديني زيكو يجاري سي جوغو احنا جاري ديني الرساله ديالك الاخيره. كنشكر الشكاغ بابا ديما اللي يعاون المدربين وخالد لوشيري جميع الاطر الفنيه دقنا ديم دوكارينو. شكرا سي محمد، هو يعني الموهبه الصاعده اللي غادي نشوفوها ان شاء الله مستقبلا مع الفتح الناظوري. كنا معكم مع هذا اللقاء، هذا كنشكروا ناظور سبور، والى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله. الله يحفظك سي محمد، هاك خلي بدا انت محمد. صافي القراءه ديالي والتقييم ديالي المباراه.
انت طلق طلق شكون تشرع حيت ميكي الموعد العام يعني هذه الجوله الاولى طلق نمشي بعد نشدلو صافي. أسعد الله أوقاتكم مشاهدي الكرام متابعي سبورت نادور أينما كنتم، أحييكم من جديد والعودة إلى أجواء المباراة التي تسبق يعني الأحداث بهدفين في الشوط الثاني لفريق الفتح النادوري من توقيع مراد العز وكذلك معاد العز وكذلك ميكايل منذ الدقيقة 3 ومراد ومعاد العز الدقيقة 34 من الشوط الأول. مشاهدي الكرام لابد بالتذكير ب يعني التشكيلة التي يعني فيها الفتح النادوري، يونس كرابيلا، حمزة الناصري، محمد بيات، حكيم دريسي، رفيق وكذلك رقم 10 معاد العز، رقم 13 عصام ارغاز، رقم 23 حسين بوصبيعات الياس، رقم 11 19 محمد السعيدي وكذلك رقم 5 نوبير ايت بوعلي. الفريق الزائر فريق واحد لطفي افندي، محمد قندير، المهدي بومعيز، نور الدين الحجام، احمد عمروش عمروش، جمال مغري جمال اي مغري، امين بحمو وكذلك رقم 10 رضا الشكري الشكوري، المهدي يوسف ازقاي، السبعه زكريا والبنا. هذه يعني التشكيله التي يعني بدا بها فريق الزائر. ربما هذه هي المباراه التي ربما كانت من الصعب جدا ان يتالق فيه بعض العناصر، لكن ابوا يعني اباء حسن عن المباراه. انطلق المباراه مشاهدي الكرام، طاقم التحكيم ياسين دخاني، عصام عروشه، جمال المسلك يعني عن عصبة الرباط صالة القنيطرة. مباشرة مشاهدي الكرام تنطلق الجولة الثانية لفريق يعني الوداد صراغنا وفريق الفتح النادوري. فتح النادوري كان متقدما بهدفين مقابل لا شيء. من الجميل جدا ان نرى يعني مواهب جميلة صاعدة، يعني اعطاء فرصة مع المدرب الجديد، نتمنى له كل التوفيق للمدرب. اذا نعود الى اجواء المباراة مشاهدي الكرام متابعي سبورت نادور، يعني سنحاول ان نعطي كل يعني الجديد سواء بالرياضه سواء ما يتعلق بالهلال، يعني فريق نسوي، فريق يعني الذكور، فريق يعني الفتح يعني النادوري، باقي الفرق التي تمثل مدينه النادور. لازم ان اقول ان يعني رسالتنا لجميع الجماهير التي تشاهد وتؤلق ودائما متآزره يعني الفريقين معا، ان لا وجود لفريق وفريق اخر الا في حاله ما اذا جمعت المباراه جمعته مباراه واحده، فكل يختار حسب يعني رايه حسب يعني توجهه في هذه المباراه. مثل هذه المباراه فلا بد ان يعني نشجع كمان يعني الفريق الفتح النادوري، والمباراه التي ستجمع فريق الهلال مع فريق اخر لا بد ان نشير الى الفريق معا. يعني حضور مراد في هنا في يعني وحضور يعني مجموعه من مسؤولين عفوا مشاهدي الكرام يعني يعني والمتابعين لابد ان نرى ارائهم يعني في المنصه. يعني ما اود قوله هو تعليقكم اسئلتكم يعني حول يعني الجوله الاولى، فهذا هو السؤال المطروح. اما بالنسبه للجمهور فالشوط الثاني احسن بكثير، يعني يتوافدون بشكل يعني متزايد عكس الجوله الاولى، ربما لان هناك يعني مباريات اخرى بالموازات مع هذه المباراه. اذا مشاهدي الكرام كل المعلومات التي يعني يمكن اعطائها للمتابع الكريم لمشاهد سبورت نادور سنسعى الى ذلك بحول الله. نعود اما بالنسبه للمباراه فتقدم فريق يعني فريق الفتح النادوري يعني قراءه للشوط الاول والعوده الى باقي اطوار المباراه. نعود اياكم مشاهدي الكرام مع الزميل محمد بن عمر الى كخط مباشره. صحيح الاخ محمد، دائما تقدم فريق الفتح الرياضي النادوري بعد المباراه هذه الفريق فتح النادور محاولة لفريق الفتح الرياضي النادوري
هجمة خطيرة الياسر قيوق، الياسر قيوق اش غيعمل؟ الياسر قيوق غيرها هو التمريرة في المعترك لمعاد العز، بطل شأن ما معاد العز. اللاعب اللاعب رقم 9 فؤاد كيرفع كره كيدخل الدريسي وكيبعد الكره لقب عصام ارغاز، عصام ارغاز كيمشي بالكره، عصام تمريره لحسين بصبيعات، حكم يعلن عن خطا ضد اللاعب عصام ارغاز لصالح جمال ايماغري، خطا على بعد 30 متر من مرمى الحارس يونس كارابيلا لصالح فريق وداد قلعه السراغنة. طبعا متابعينا الاعزاء نذكركم بعد نتائج القسم الوطني، هو الجوله الاولى اتحاد ليعقوب المنصور متقدم بهدف لصفر على جمعيه المنصوريه. الاتحاد يعقوب المنصور متصدر الدوري رفقه فريق الرشاد البرنوسي والف امل الفتح الرباطي، يعني ثلاثة الفرق تساوية في النقاط 16 نقطة. أيضا بالنسبة للقسم الوطني الأول هو عمل بالقصيري متقدم على فريق هلال الناظور بواحد لزيرو في انتظار ريمونتادا، ريمونتادا بملعب البلدي ببلقصيري لهلال الناظور، هلال الناظور متصدر القسم الوطني الاول هوات برصيد 14 نقطه. الكل يمني الناس من اجل العوده بنتيجه الفوز الهروب في الصداره. ايضا اتحاد الزموري الخميسة متعادل مع الرشاد البرنوسي، فتح الناظور متقدم 2-0، اتحاد سيدي قاسم 0-0 مع امل فتح الرباطي ونتيجه تخدم مصالح فريق فتح الناظور، اتحاد البيضاوي 0-0 مع حسنيه لازاري، اتحاد تماره 0-0 مع النادي القنيطري، اتحاد امل تيزنيت متقدم على مولوديه اسا بواحد 0. كل النتائج الحاليه في لصالح يعني كتخدم مصالح فريق فتح الناظور. وفاء الدريوش متقدم ايضا على النسمه السطاتيه في القسم الاول. شباب مرير التعادل 1-1 مع اتحاد بلجعد، قدس تازه متقدم على الوفاء الفاسي 1-0. المباريات اليوم اتحاد سيدي سليمان في القسم الثاني هو متقدم على الوداد الصفريوي. مجموعه من النتائج في انتظار يعني طبعا هذه ال 45 دقيقه اللي هي اللي تحسم يعني سلم الترتيب عن الجولات الثامنة من بطولة القسم الوطني. هوات كرة لفريق فتح الناظور، تمريرة في اتجاه عصام ارغاز، عصام ارغاز جات الكرة للتماس صالح وداد قلعة السراغنة. المهدي كاين في التماس طويلة، كيجي في الأخير حكيم الدريسي، حكيم الدريسي الكرة ديالو مشات أمام اللاعب جمال إمغري، خرجت الكرة التماس، تماس لفريق فتح الناظور. محاولة لفريق وداد قلعة السراغنة، يدخل لاعب بن دحمان رفيق في بعد الكرة، دائما كرة لفريق وداد قلعة السراغنة. فريق في كل فريق لاعبي فريق فتح الناظور في المنطقة دفاعية في انتظار القيام بهجمات مرتدة. حكيم الدريسي كيبعد الكرة في اتجاه ميكيل،
ميكيل كيتمكن من الكره كيلعبها مع الياس، الياس وميكيل، الياس الطريقه الجميله كيتمر على مجموعه من اللاعبين، الياس الحكيم، هناك خطأ ربما تدخل بحق الياس لكن الحكم حكم ياسين الدخاني معلش على الخطأ لصالح فتح الناظور، كتضيع الكره خطيره بسيطه لاعب رضا الشرقي والتمريره تدخل بيه، تدخل بيه امام فؤاد ادي اجيد طبعا المتابعين الاعزاء لا باس ندخلوا بالتشكيله فريق فتح الناظور، يونس كارابيلا في حراسه المرمى، حمزه النصيري، محمد بيه، حكيم الدريسي، رفيق بن دحمان، معاد العز، عصام مارغاز، الحسين بوصبيعات، الياس الرقيوق، محمد السعيدي، ونبير ايت بوعلي، المدرب محمد المجدوب بمساعده محمد الزهراوي، لطفي افندي في حراسه المرمى بالنسبه لقلعه السراغنة، المهدي محمد قنديل، نور الدين الحجام، عميد الفريق حمادي مغري، امين بحمو، رضا الشقراوي، المهدي عقاري، زكريا البنا، وفؤاد المدرب طبعا مولاي ادريس ايت بلا الادريسي، دائما تقدم فريق فتح الناظور كما كتشوفوا على الشاشه بجوج لزيرو، كنلعبوا تقريبا 14 دقيقة 15 دقيقة منذ انطلاق الجولة الثانية، الياس ما تمكنش من الكرة، خرجت تماس لفتح الناظور، صحيح نعم ربما هذه هي الانطلاقة الحقيقية والفعلية لفريق الفتح الرياضي الناظوري والعودة إلى النتائج الإيجابية وتحقيق الانتصارات والابتعاد عن المناطق المكهربة. فريق فتح الناظور طبعا بحاجه الى تضافر جهود الجميع، طبعا الجماهير، السلطات، ولكل الجاليه، الكل خاص يعني لدعم فريق فتح الناظور من اجل البقاء، يعني غتكون خساره كبيره للناظور في حاله يعني لا قدر الله يعني نزول هذا الفريق، لذلك الجماهير يعني خاصها تعرف ان هذا فريق يمثل المدينه، فريق ناظوري ايضا يحمل اسم المدينه، خاص الدعم ديالو من اجل طبعا مواصلة يعني الممارسة والمشاركة في القسم الوطني، الوطني هو الذي اللي من المنتظر يرجع قسم احترافي، اللي غيرجع من المنتظر غيرجع قسم احترافي بي ان شاء الله، محاولة لفريق فتح الناظور رجوع للوراء، يعني ما تمكنش اللاعب الياس ورجع للوراء الكارابيلا، كارابيلا كيرفع كرة طويلة، هناك تسلل على ميكيل، جوج تغييرات قديمة في صفوف فريق فتح الناظور، لاعب رقم جوج ايتيشو حكيم، ايتيشو لاعب رقم 8 عماد رجاج، يعني المدرب محمد المجدوب غير ما بجوج تغييرات ربما الخيارات تكتيكيه في الجوله الثانيه للمدرب الربان الجديد سي محمد المجدوب اللي خلف طبعا السي عبد الصمد بنو، اذا خروج اللاعب حمزه النصيري، خروج لاعب حمزه النصيري ودخول اللاعب عماد درجاج او حكيم ايتيشو، وايضا تغيير في صفوف قلعه السراغنة، دخول حمزه بوسده وخروج لاعب رقم 8 امين بحمو، اذا اول تغيير في صفوف فريق وداد قلعه السراغنة بالنسبه لعماد العريسي، ثلاثه تغييرات دفعه واحده تغييرين، واو طبعا معاد البع العز اللي خرج امامنا مسجل الهدف الثاني لفريق الفتح الرياضي الناظوري، كتلعب الكره لو نوبير عميد فريق الفتح نوبير في اتجاه ميكيل،
ميكيل ما تمكنش من الكره خطالت على ميكيل وخرجت ضربه مرمى صدر متر 50 للاعب لطفي افندي. نرجعوا للزميل محمد بالعربي. اذا التغييرات التي قام بها المدرب لابد ان نقول تغيير مكان بمكان ربما من اجل يعني تحرر اكثر لان المباراه يعني تراجع فيها الفريق الفتح النضري شيئا ما، وهذا يعني ان دل على شيء فانه يدل على ربما سيستقبل هدف يعني اذا تمشى او اذا يعني قام بهذا يعني الاداء في الجوله الثانيه. نعود اليكم مشاهدينا الكرام فقط هنا لتنوير الراي العام ان الفريق ان المجموعه من الجماهير تطالب يعني بملعب يلقى الفريقين معا الذي يمثل المدينه، وربما الصحفيين ايضا يطالبون ب يعني منصه خاصه للصحافه. هذه يعني كل المتطلبات ومتطلبات اخرى الى حد الساعه. نشاهد مشاهدينا الكرام متابعينا الكرام ونتابع هذه المباراه، لكن لا تشكل اي خطوره لفريق الوداد. وداد قلعه سرغنه يعني هو بطبيعه الحال فريق يعني قدم نتائج جيده على مستوى يعني البطوله يعني عكس الفريق الفتح يعني متدين الترتيب يعني قبل الاخير. هذا يعني متمنيه يعني ان يعود الى ما كنا متعودين عليه لفريق الفتح النضري يعني الذي يقدم مستويات سابقا. يعني هناك خطأ، هناك خطأ لفريق الفتح، لا عكس لفريق الوداد قلعة سرغنة. يعني لا نتمنى أن نشاهد الأخطاء الكبيرة في هذه المباراة. نتمنى أن نشاهد كرة القدم يعني بشكل جميل، يعني يستمتع الجمهور، يستمتع المشاهد، يعني هذا هو ما نتمناه يعني في هذه المباراة. يعني ربما الأخبار أن تقول عن الفريق الآخر لمدينة الناظور ربما الهلال يحصل إلى في هذه الأثناء على ركلة الجزاء. إذن نتمنى أن تكون يعني في المتناول. إذا نعود إلى المباراة، مباراة يعني جميلة، مباراة رائعة، يسود يعني الحماس والأجمل منه هو الجمهور الزائر الذي يساعد ويساهم ويشجع فريق الفتح الناظوري. ميكائيل يعود لكن هناك يعود الى الخطا، يعود الى الخطا لفريق الفتح النضري. وحسين يعني وحسين غيرقي. اذا نعود الى اجواء المباراه. نعود مشاهدي الكرام متابعينا، الفتح النضري يتقدم في الجوله الاولى على فريق الهلال على الوداد بدون عنوان، مبعده من فريق يعني من مدافع المدافعين لوداد أسرعنا. ميكائيل متمنية أن نضيف الأهداف حتى يعني نكون يعني لصالحنا وتكون هذه 3 نقاط لصالحنا في هذه الجولة، الجولة الثامنة. يعني ربما هجمة مرتدة تعود مرتدة، أوه مراوغة جميلة، أوه مرة أخرى يمتع أي تشو يمتع أي تشو يمتع ويحصل على الخطأ، ورقة صفراء. هذا يعني شحنة إيجابية لفريق الفتح الرياضي. فتح النضوري يحصل الآن على يعني خطأ في مكان يعني يعني يمكن أن نقول أنه مكان يعني ربما سيأتي بخطورة وربما الهدف. مكان جميل جدا هايتيشو يحصل الآن يعني على الخطأ، على مشارف العمليات. متمنياتنا له التوفيق. هايتيشو يعني قام بتوهيد، قام بمراوغة جميلة وقام يعني اذا نشاهد كرة كتلعب، لا ربما غادي تكون مرفوعة. رفيق بن دعثمان ماذا يفعل؟ رفيق الياس هناك، ميكائيل ينتظر مبعدة بدون عنوان، بدون عنوان، بدون عنوان. يعني هذه المباراة جوزت. اذا فريق الهلال يعني فريق وداد قلعة سرغنة يقدم يعني نتائج جد مهمة في هذا الموسم. هناك دافع وخطأ، دافع وخطأ يعني مع يعني الحكم المساعد. إذا زميل محمد ربما هناك تراجع على مستوى يعني الأداء في يعني الجولة الثانية، لكن هذا راجع إلى أن يعني الفريق الخاص يدافع بشكل جيد،
من اجل يعني التعديل يعني خروج باقل اضرار في مباراه اليوم، الا انه تعود مره اخرى ميكائيل زيان موكايل يقدم عطاء كبير من يعني عماد يضيع الكره كترجع لفريق الوداد. الوداد يعني قلنا انه يعني فريق يقدم نتائج جميله، يعني فريق لازم أن نقول انه فريق في غايه الاهميه، وان فريق ايضا الفتح الناظوري. هناك تغيير لفريق ال 24 رقم 24 عادل وهبي ربما هل المركز بمركز ام جماهير تواصل، جماهير تؤازر، جماهير يعني تنادي الفتح من اجلك، يعني نؤازر من اجلك، نشاهد من اجلك، نحضر. فاستمتعنا. اذا ربما ثالث تغيير لفريق وداد قرعة صرغنا. إذن دخول عادل وهبي مكان رقم 10 رضا الشرقاوي. إذن خروج رضا الشرقاوي يعني بعد يعني تبين أنه أن يعني يعاني من العياء. تراجع شيئا ما فريق الفاتح الناظوري، يعني لا يمثل يعني لا يعود يعني يتحكم في الكرة بشكل جيد، لكن الدفاع يقوم بواجبات دفاعية جيدة لا سيما رقم 3. إذن في هذه الأثناء الهلال الناظوري يعدل النتيجة، متمنياتنا له بالتوفيق أن يعود بثلاث نقاط ثمينة. نعود الآن إلى أجواء المباراة، المباراة التي ستجمع هنا بمدينة الناظور بملعب البلدي لمدينة الناظور بين الوداد قلعة صرغنة وفريق الفتح الناظوري. إذن هنا خطأ تنفذ، ممتاز الحارس، خروج موفق للحارس. إلى التمس، ممتاز يونس كارابيلا، ممتاز يعني تدخل رائع، خروج رائع. إذن يقدم أجمل ما يكون في هذه المباراة. إذن الجمهور يعني كما قلت ودائما أذكر أنها تطالب يعني تحسين جودة هذا الملعب، سواء المدرجات سواء الأرضية. إذن نعود إلى أجواء المباراة. عبد الحكيم دريسي يعطي الكرة إلياس رقيوق يحاول لكن دون. إذن عودة إليك مجددا محمد، يعني تراجع في الأداء، ربما ما قراءتك للتراجع يعني الفتح الرياضي من خلال يعني الجولة الثانية؟ طبعا أخي محمد كنلعبوا تقريبا 25 دقيقة منذ انطلاق الجولة الثانية. دائما تقدم فتح الناظور بجوج زيرو، ميكيل دقيقة 3 معادل دقيقة 34 من الجولة الأولى. فريق فتح الناظور يسير بثبات نحو تحقيق الأهم، ثلاثة نقاط غالية وثمينة لفريق فتح الناظور من أجل مواصلة رحلة البحث عن مكان آمن داخل سلم الترتيب بالقسم الوطني. والجولة الثامنة طبعا ستكون ربما في الخير على فريق الفتح الرياضي الناظوري تحت قيادة الربان الجديد محمد المجدوب. أول لقاء للطاقم التدريبي المجدوب ومساعده محمد الزهراوي هنا بالملعب البلدي بالناظور. محمد الزهراوي طبعا مساعد محمد المجدوب، لاعب سابق لفريق فتح الناظور واعطى الشأن الكثير لفريق الفتح الرياضي الناظور. محاولة لفريق وداد قلعة السراغنة، لاعب رقم 16 حسام
حسام قطعت الكره ديالو، هناك خطا، حكم خلى الافضليه خطيره، كيدخل يونس كارابيلا بطريقه جميله وكيبعض الكره. وداد قلعت السرغنه اصبح اكثر خطوره في هذه الجوله الثانيه. محمد بياه يبعد الكره للتماس. نعم جماهير فتحية بالصورة معبرة الجهة الأمامية اللي كنا كنتمناو أن ديك الجهة طبعا تكون فيها مدرجات يعني الغيورين على فريق فتح الناظور يتفاعلون مع الفريق وكل المدينة طبعا مدينة الناظور بأكملها مطالبة 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 بالعودة إلى تأمين مدرجات الملعب البلدي في جميع مباريات الفرق والأندية الناظورية خصوصا فريق فتح الناظور وهلال الناظور اللي طبعا في حاجة ماسة إلى الدعم الجماهيري القوي لتحقيق نتائج مشرفة تشرف المدينة. محاولة لقلعة السراغنة محلوبير أو نوبير عميد فريق يرتجع فريق فتح الناظور، هجمة مرتدة لفريق فتح الناظور. عماد الدرجاج أو اللاعب حكيم أيتي الشو حكيم الإلياس، إلياس اش غيعمل؟ تمريرة جميلة في اتجاه ميكيل، ميكيل في الجهة اليمنى، ميكيل اش غيعمل غيره وميكيل غيره وغيمشي من الكرة في الأخير كيدخل المدافع. الكرة ديال ميكيل لبشات بعيدة عليه وخرجت ضربة مرمى وصاد 1.50 متر. كنشوفوا أن فريق فتح الناظور كيحاول ما أمكن يلعب الهجمات المرتدة نحو اللاعب ميكيل. كرة لفريق وداد قلعة السرغنة كيقطعها الحسين بصبيعات التمريرة ديالو لعماد الدرجاج، عماد الدرجاج الحسين كينقل الكرة للحكيم، حكيم لميكيل، ميكيل الطريقة الجميلة لعماد، عماد وميكيل، ميكيل ميكيل وعماد لوحات فنية يقدمها لاعبي فريق فتح الناظور في هذه المباراة. ضاعت الكرة للحكيم الدريسي كيدخل نوبير، نوبير ايتو بوعلي عميد فريق الفتح. الياس، الياس رقيوق كيخرج الكره، لا خاطئه يا الياس، خرج رجعت الكره للاعب زكريا البنا. تمريرات طويلة عرضية، عرضية لصالح فريق وداد قلعة السراغنة، خطير بوسط لاعب فؤاد، فؤاد في منطقة العمليات كيدخل الدفاع بكثافة، تكتل دفاعي لفريق فتح الناظور وصلابة دفاعية تنقذ المرمى. إلياس كارابيلا من هجمة حقيقية للتسجيل، كرة عند اللاعب نور الدين، نور الدين قدفة يا نور الدين بعيدة بعيدة، قدفة ديال نور الدين على مرمى الحارس يونس كارابيلا. تخرج الكرة 5.50 متر لفريق فتح الناظور. دائما متابعينا الاعزاء كنلعبوا تقريبا 26 27 دقيقة، نقترب من الدقيقة 30. ايمن تقدم الفتح بجوج زيرو، تغيير اخر في صفوف فريق وداد قلعة السرغنة، خروج زكريا البنا ودخول يحيى بن سلطانة. نعم يحيى بن سلطانة، ثلاثة تغييرات قدم عليهم مدرب مولاي ادريس ايت او مولاي ادريس ايت بلا ادريسي. الرقيوق في وسط الميدان، الرقيوق كيمشي بالكره في الجهه اليمنى، الرقيوق اش غيعمل؟ الرقيوق مازال محافظ على الكره ديالو، الرقيوق تمرير عرضيه، القدفه ديال ميكيل مشات سالة في اليد الحارس لطفي افندي. جمالي فريق قلعه السراغنة.
خطيره في الجهه اليسرى باش تلعب يوسف الزقاي كيرجع للوراء المهدي بومعيز تمريره طويله راسيه هناك تسلل هناك تسلل نعم تسلل قبل ضربه جزاء كان لاعب لاعبي وداد قلعه السراغنة طالبوا بضربه جزاء ولكن كان تفلقت تسلل شفنا تسلل نعم هناك تغيير ايضا ربما بن دحمان خروج لاعب رفيق بن دحمان استعد للدخول ميمون الحمديوي ميمون الحمديوي وايضا لاعب رقم 15 علي اولاد الشاعر ميمون الحمديوي الجماهير تنادي بميمون الجماهير القليلة الحاضرة في مباراة فتح الناظور أو المتوسطة قولوا أنها اللي فات الجولة الثانية يعني نقولوا عليها جماهير متوسطة تحج هنا للملعب البلدي لمساندة ومؤازرة فتح الناظور من أجل تحقيق نتيجة الانتصار دخول ميمون الحمديوي خروج الحسين بصبيعات ودخول ايضا حكيم ايتيشو اربعه ديال التغييرات طبعا اجراها المدرب السيد محمد بلمجدوب خروج الياس الرقيوق مكان ديال خلال المكان ديالو الميمون الحمديوي كره ديال يونس طويله في اتجاه ميكي ميكيل مصاب وسقط على الارض حكيم جات رجعت الكره لورا احمد عمروش احمد عمروش كيمشي بالكره احمد عمروش التمريره ديالو اللاعب المهدي بومعيز المهدي المهدي بومعيز لاعب رقم 16 تابعينا الاعزاء دائما تقدم فريق فتح الناظور بجوج لزيرو نخليكم من بعد المحاوله اما ايتيشو ايتيشو مشى بالكره ايتيشو لميكيل ما فيهاش تسلل ميكيل محاوله لاضافه الهدف الثالث ميكيل كيرجع للوراء البياه محمد بياه كيرجع بدوري للوراء لبن دحمان ضاعت لبن دحمان محاوله خطيره لوداد قلعه السراغنه يوسف 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 وتسلل عليه محمد بالعربي نقولوا ان ربما فريق فتح الناظور رجع شي علمه للوراء من اجل طبعا من اجل الخروج بنتيجه الانتصار بطبيعه الحال في الحفاظ فقط على النتيجه تقدم بهدفين مقابل شيء هذا ما يسعى اليه الفريق الفتح الناظوري من خلال يعني المشاهده ان فريق الفتح يعود بكامله يعني الاندفاع او الدفاع بشكل جيد لكن هذا لا يصل يعني لا يمكن ان نشاهد المباراه بمباراه دفاعيه فقط ميكايل يبدو عليه العياء ايضا بعض المهاجمين الا ان بعض التغييرات ربما ليست يعني ربما في محلها لكن يبقى يعني الاراء يعني يبقى محمد ايتيشو نعود للمباراه ميكايل 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 يضيع يضيع ميكايل سبق وان قلت ان ميكايل يبدو عليه العياء يطالب بركله جزاء لكن ليس هناك ركله جزاء لان احد المدافعين يعني قاص الكره وهذا يعني اذا التمس الكره فليس هناك اي يعني اي شيء لان المقصود هو قصد الكره ما قصدش اللاعب اذا ميكايل يطالب اذا ربما هناك يعني تدخل ربما حكم سيستدعي تدخل يعني فريق طبي قصد يعني الاسعافات الاوليه لميكايل ربما يعني كون استغل هذه الفرصه ميكايل غتكون يعني الهدف الثالث لكن دون جدوى يعني سباق انا قلت ان المباراه تراجعت على مستوى يعني فريق الفتح بدا تراجع بشكل كبير يعني يريد فقط يعني الحفاظ على نتيجه اثنان مقابل لا شيء وهناك العصبيه على مستوى يعني لبعض اللاعبين هناك ورقه صفراء مجانيه
لحمزة. يعني تمريرة رائعة من طرف عبد الكبير. يعني إذن يبدو أن هناك إذن تدخل فريق طبي لفريق يعني الفتح. يبدو أن هناك يعني ميكائيل تعرض لإصابة، أتمنى أن تكون يعني خفيفة. قلت أن فريق وداد قلعة صرغنة بكامله المهدين وردين أحمد جمال يعني يدافعون بشكل يعني يبدأوا يعني في هجمات. هنا أحد لاعبين فريق يعني وداد قلعة صرغنة يطالب يعني بالتوقيت، يعني الحكم المباراة. إذن خروج ميكائيل قصدي يعني العلاجات أو الإسعافات الأولية، تمنياتنا أن يعود ويستكمل يعني يستكمل باقي المباراة. إذن المدافع أيسر فريق رقم 13، يعني التغيير يعني في المتناول لفريق يعني فريق وداد صرغنة أن يقوم بمناورات جميلة على مستوى الهجوم. تعود مرة أخرى نجمة نجمة على مستوى الجهة اليمنى الكرة، هذه هجمة هجمة كاد أن يسجل كاد أن يسجل كاد أن يسجل نور الدين أيتبوعلي. نور الدين أيتبوعلي كاد أن يسجل الهدف الثالث، لكن تدخل حارس مرمى لطفي أفندي تدخل جميل ورائع جدا. مشاهدينا الكرام لابد أن نذكر أن الفريق فتح الناظوري متقدم إلى حد الساعة بهدفين مقابل شيء منذ الدقيقة الأولى من مرة أخرى ممتاز ما يقدمه هذا اللاعب ياسين. إذن هجمة قرعة الصرغنة يحاول أن يدرك الموقف ولو بالتعادل، لكن هذا يصعب الأمور على فريق الفتح. نتمنى للمدرب الجديد أن ينتصر في هذه المباراة وأن يقدم يعني ما في جعبته قصد إسعاد الجماهير الفتحوية التي تؤازر وتحضر للملعب من أجل يعني تشجيع فريق الفتح الناظوري. بطبيعة الحال يذكر قميص الفتح الناظوري بالفريق العريق برشلونة، هو يعني مستوحى من البرشلوني. وفريق يعني وداد صرغنا فريق يعني القميص مستوحى لفريق الوداد الرياضي، على ذكر الوداد الرياضي يخسر مباراة القمة بجنوب افريقيا امام سان داونز بفريق يعني بهدفين مقابل شيء. إذن اندفاع كبير يبدو على ميكائيل، انه يعني يبدو العياء الكبير على ميكائيل. يعني قدم الشوط يعني الشوط الاول بغايه الروعه، الا ان هناك تراجع على مستوى يعني الاداء. نور الدين حجام رقم 2 فريق الوداد وداد صرغني يحاول يعطي كره مره اخرى. اذا هناك خطا يعني للحكم. اذا يعني كتلعب بسرعه هاد المباراة. نتمنى لكن لا. ممتاز يونس كرابيلا، رغم أنك هناك خطأ لكن تسدي رائع من يونس كرابيلا ممتاز. متمنياتنا ليونس كرابيلا أن نشاهده يعني رفق أندية يعني لمالا أندية القسم الأول، لكن متمنياتنا أن لا يغادر يعني منذ الآن، لأن الفريق بحاجة لخدمات هذا الحارس الكبير. ممتاز ما يقدمه رفقة الفتح. تعود مرة أخرى هناك خطأ متوالية، ورقة صفراء لأحد لاعبين الفتح الرياضي ربما حمزة. ورقة صفراء ربما هناك يعني حارس مرمى ايضا يتلقى لطفي افندي ايضا يتلقى ورقة صفراء.
إذا متمنيتنا بن دحمان يتلقى ورقة صفراء بالمقابل حارس مرمى. إذا ربما تتحول المباراة إلى عصبية، وحتى ومدرب الفريق وإذا تسرعنا يطالب بالتوقيت. إذا هذه هي بعض يعني الحركيات. بعد إذا هناك مغادرة لأحد دحمان رقم زوج. ممتاز دحمان، ممتاز، قدم يعني مباراة جميلة جدا، مباراة في غاية الروعة. يعني متمنيتنا لا تتحول هذه المباراة إلى عصبية، أن نشاهد الأهداف، نشاهد يعني يعني تكتيك من فريق الفاتح لما لا فريق الوداد. ممتاز، هذه تبادل كروي بين يحيى بن سلطانة يعني اللي دخل في الشوط الثاني، هو يعني اللاعب يونس. ممتاز، هجمة مرتدة. ممتاز، بن دحمان يعود أمين بحمو، أمين بحمو كيعطي بدون عنوان. أمين بحمو دون عنوان خارج. إذن هناك تغيير، هناك توقيت، ربما حكم يطالب بشيء. إذن يطالب بالهدوء فقط. إذن مباراة محمد قنديل رقم ثلاثة يعطي الكرة. إذن الدفاع فريق وداد السرغني يدافع بشكل جميل لا يتلقى أي هدف آخر أو يتلقى الهدف الثالث. إذن المحاولة الأصعب في الجولة الثانية فقط هو الهجمة الوحيدة لميكايل. تمريرة خاطئة. ممتاز رقم ثلاثة، مدافع جميل محمد قنديل يدافع بشكل جيد. إذا نعود إليك مجددا محمد. إذا الدقائق الأخيرة ربما ستحمل يعني ربما جديد المباراة، ربما عنوان المباراة سيصير نحو انتصار، ربما إسعاد جماهير الفتحوية، ربما يعني الهلال كذلك يعود بتعادل، ربما يعني نعود. كل الجميل في هذه المباراة هو التفوق، هو استمرار في التفوق. نعود إلى المباراة مشاهدي الكرام. رقم ثلاثة محمد قنديل سينفذ هذا الخطأ تجاه من؟ بدون عنوان. إذا نعود إليك محمد. طبعا الخطأ محمد ضاعت. إذا ما بقاش وقت كثير، كنلعبوا تقريبا 40 دقيقة. 40 دقيقة من عمر المباراة الجولة الثانية. جمع لي كل شيء. هدف لفريق وداد قلعة السراغنة بواسطة اللاعب رقم 16. حسام يسجل هدف مباغت في آخر الدقائق. باخر الدقائق من عمر ال ها؟ لا هدف إذن 2-1 في النتيجة. تتغير هنا بالملعب البلدي بالناظور دقيقة 40. جوج الواحد. كنلعبوا اخر الدقائق. عاد محاوله لفريق فتح الناظور. يشو ضاعت الكره ليشو. ضاعت الكره ليشو. الدقيقه 41. آه
خطيره كيدخل لاعب عماد درجاج، عماد تمريره لايتيشو للمره الثانيه، ايتيشو كيضيع الكره يا ايتيشو. ميمون غيمشي بالكره، ميمون في الوسط، ميمون توغل مشى بالكره ديالو، ميمون مشى خطا. برافو ميمون، ذكاء لاعب ميمون الحمديوي في هذه اللقطه هذه. اولا كان قريب يعني توغل يمشي بالكره وينفرد بالحارس، وثانيا انه غيعطي اللاعبين ديالو ياخذوا نفس يعني بعد ما كان هناك ضغط قوي من اللاعبين فريق وداد قلعه السراغنه للعوده في النتيجه. فإلى الناظور متعادل بواحد لواحد بيب القصيري، فتح الناظور متقدم طبعا نفس ايضا هلال الناظور منقوله ايضا على صفحات سبورت ناظور. اتحاد يعقوب منصور انتصر 3-0، طبعا اتحاد سيدي قاسم تعادل واحد لواحد، يعني نتائج تخدم مصالح فريق فتح الناظور. تفاصيل على سبورت ناظور بعد نهايه المباراه. اذا متابعينا الاعزاء في هذه الاثناء الحكم مساعد الرابع انس تغزوت يعلن على 5 دقائق كوقت بدل ضائع في المقابله. فريق فتح الناظور باع امام 5 دقائق. ها غاسق توش 7 انت 10 نقط 10 10 نقط 10 10 تعادل بيب القصيري وانتصار الفتح هنا بالناظور. نتائج ايجابيه لكره القدم الناظوريه في انتظار ما سيحدث بملعب بالقصيري. الكل يمني النفس بتسجيل الهلال الناظور لهدف الدقائق الاخيره، هدف الانتصار. تخرج بعد الهلال تخرج 2-1 فتح الناظور 2-1. تغيير قادم، اخر تغيير سيقدم عليه المدرب المجدوب. دخول المدافع محمد السعيدي، اخر تغيير. شكون غادي يخرج؟ انتظار من سيخرج. محمد المجدوب كيلعب اخر الاوراق ديالو في هذه المقابله هذه. ارون بعد موس ارون يعني صراحة متابعينا الأعزاء كنعلق على مقابلة الفتح، وأيضا في الهاتف ديالي كنشوف مباراة الهلال. يعني لا 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 ميكيل هو اللي غيخرج، ميكيل هو اللي غيخرج مكان، غيخلي المكان ديالو للاعب السعيدي. تغيير ميكيل، برافو ميكيل. ميكيل قدم اليوم مباراة كبيرة، مقابلة في المستوى لميكيل مسجل الهدف الاول لفتح الناظور. يلا يا الفتح، الدقائق الاخيره كانت بقات 3 دقائق على نهايه المباراه بالانتصار الاول لفتح الناظور في هذه المباراه. كل ينتظر صفيره الحكم هنا بالملعب البلدي بالناظور. يلا يا ميمون، يلا يا ميمون، لكن الحارس الفندي يتدخل. اخر لحظات متابعينا الاعزاء، صعيبه بزاف. نعم محمد، نعم محمد، الهدف هذا يعني كتسمى شمته كما يطلق عليه احد اللاعبين ان نتلقى الهدف في الدقيقه الاخيره او الدقائق الاخيره. صعود افندي حارس مرمى لعله ان يسجل هو ايضا، لكن لا
متمنيتنا ان تكون يعني دوز بسلام على مرمى فتح حروسه يعني كل لاعبي قلعه السراغنه في منطقه جزاء فريق فتح الناظور دائما خطيره خطيره محمد. برافو نوبير لاعب ممتاز المدافع نوبير. نعم هناك تناقض بين إشارة بين الحكم يشير إلى الركنية والحكم الساحة يشير إلى ضربة مرمى. في الأخير يتلقى يعني معدم ورقة صفراء مجانية، لا نرى أي تدخل يعني يستحق يعني ورقة صفراء، إنما الأوراق الصفراء الموزعة على شكل يعني بالمجان، لأن هناك العصبية ولدت ولا فرضت على الحكم أن يعطي البطاقات على بعض اللاعبين. اذا نسير الى الانفاس الاخيره للمباراه مشاهدينا الكرام متابعي سبورت ناظور اينما كنتم، متمنيتنا ان نكون قد يعني اعطينا مجموعه من المعلومات استمتعنا المتابع سواء خارج الوطن او داخل الوطن او ما يتابع هذه الصفحه الرسميه للناظور. نعم زميلي محمد كنا نتابع كنلعبوا اخر لحظات الوقت اللي ضافوا الحكم انتهى انتهى الحكم في انتظار ياسين دخاني يعلن عن نهايه المباراه. الحكم في انتظار نهايه المباراه. الوقت 5 دقائق انتهت تسالات 5 دقائق اخر لحظات. نوبير كيدخل بقوه وكيبعد الكره. الحكم ينظر الى الساعه لكن باقي ما علش على نهايه المباراه. اخر محاوله لقلعه السراغنه كيدخل محمد بياه يلا يا ميمون بعد الكرة لا 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 هدف تعادل لقلعة السراغنة في اللحظات الميت في الوقت الميت. جوج الجوج بقت ثواني معدودة ربما انتهى الوقت نعم ولكن ربما كانت سالات 5 دقائق كوا الوقت الضائع تسجل هذا الوقت في الوقت الميت. سيناريو يعني لا يتقبله ولا احد هنا بمدرجات الملعب البلدي بالناظور. سيناريو غير متوقع اخي محمد. كل متعصب قلت لك ان هدف الشمتة لا نتوقعها لكن للاسف الشديد قدر الله وما شاء فعل ان يعادل النتيجه الوداد للاسف الشديد تمكن من التعادل لكن سنشاهد اخر محاوله ربما محاوله تسجيل يلا ركنيه نعم ركنيه اخر محاوله يلا كرابيلا بغينا نشوفوا كرابيلا طالع كل لاعبي فتح الناظور خاص يكونوا في المنطقه لا تسجيل الهدف يلا يا لاعبي يلا يا نوبير قيموا معاه غش اخر محاولة لفريق فتح الناظور محاولة لتسجيل هدف الفوز لا 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 شات فوق المرمى فهاد الاثناء الحكم يعلن على نهاية المباراة بالتعادل جوج لجوج المباراة انتهت باثنين مقابل اثنين اشكركم مشاهدي الكرام الى القاكم في جولة قادمة تقبلوا مني اجمل تحية محمد بن العربي رفقة الزميل محمد بن عمر شكرا لكم
غادة فرات يلا. طبعا متابعينا الاعزاء قبل ما نقطعوا هذا اللايف هذا نبقاو مع مباراه اخرى، مباراه الى الناظور ومباراه عمر بن القصيري. الى الناظور متقدم بجوج لواحد كيسجل في الدقائق الاخيره في الدقيقه 90 يوقع الى الناظور هدف الانتصار جوج لواحد. الكره متوقفه الان، الانطلاقه من جديد الان، لازم الشراسه والانسمات الدفاعيه من اجل الحفاظ على المكسب، من اجل الحفاظ على المكسب، من اجل الحفاظ على النقاط الثلاثه الان، النقاط الثمينه اكيد. يلا يا بلال خذ كامل وقتك، الامور في مصلحتك، الامور في مصلحتك، المباراه والنتيجه والاجواء والظروف كلها في مصلحه الهلال، لانه هو المتقدم، هو المستحوذ، هو المسيطر، رغم ان عمر بن القصيري عنيد على ارضيه ملعبه. بينما الكره الان هنا في الجهه اليمنى وطالت الى الجنوبيه لمصلحه فريق عمر بن القصيري. اللحظات الاخيره من الجوله الثانيه، والحكم بعد اللحظات سيعلن عن نهايه هذه المباراه بتقدم فريق الهلال ان شاء الله. الكره الان كان هو محمد تكون سي محمد سير انت ومحمد ديرو معطل دير التصامات هكا سير لا ولكن سجلوا بلا قطع اللايف قطع اللايف صافي صامت فيديو